بسم الله الرحمن الرحيم. يجيب عن هذه الأسئلة أستاذ دكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بمصر، ومؤسس ورئيس مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية بالجيزة. فيما يتعلق بنظر المعالج سواء كان طبيبا أو كان ممرضا إلى عورة الأجنبي عنه، رجلا كان أو امرأة، بطبيعة الحال هذا ليبطل الصيام، ولكن يحتاط بتغطية عورة الإنسان، لأن لا يحل لغير الزوج أن يرى العورة خاصة المغلظة. والله أعلى وأعلم.